العراق أعلن رسميا وأيضا خلال مقابلات معكم سابقة مع قناتكم الكريمة تحدثنا وقلنا أنه داعش انتهى عسكريا، يعني تم النصر عليها عسكريا، لكن تبقى المعركة الأمنية مستمرة، مستمرة ربما لفترة يعني بصراحة غير معلومة، لأن هذا يعتمد على الجهد الاستخباري والعمليات الاستباقية التي تقوم بها قواتنا الأمنية في بعض المناطق، سواء التي ذكرت في تقريركم في محافظة كركوك وضواحيها، أو سواء في الجانب الغربي من العراق، وتحديدا في محافظة الأنبار التي تعتبر من أكبر المحافظات العراقية، التي تحتل تقريبا ما يقارب ثلث مساحة العراق مساحة على المستوى الجغرافي. فيبقى موضوع التنظيمات الإرهابية شغل الشاغل، وسيما ربما تتصاعد على 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 يعني حسب اعتقادي في أبان فترة الانتخابات، لأن تعرف العراق اليوم هو يعتبر مرتع وساحة خصبة للأسف الشديد لبعض الدول التي تريد أن تسير العراق وفق سياستها، سيما الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف المرتبطة بها تحاول أن تسير العراق وفق منهج سياسي معين ووفق منهج اقتصادي معين، ونسمع طبعا حتى تكبير العراق بالديون هو ضمن هذه الخطة والمشروع الكبير. فتحريك هكذا تنظيمات بين فترة أخرى هو موضوع مسير، وليس هو موضوع هناك تنظيمات قوية، لأن هذه التنظيمات هي كسرة تماما، فمن أين لها هذه السلاح ومن أين لها هذه الحركة إلا إذا كانت ترعى من 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 أجهزة مخابرات دولية. أما العمليات التي تحصل هي عمليات أمنية وليست عسكرية كما كانت تحصل أبان التحرير من 2014 ولغاية 2017 عندما حررت الأنبار وكذلك صلاح الدين وكذلك محافظة نينوى من هذا التنظيم الإرهابي. فاليوم هذه العمليات تحصل هي عمليات معينة محدودة مسيطر عليها من قبل قواتنا الأمنية، وكما تعلمون واضح أيضا تقريركم بقواتنا الأمنية كشفت الكثير من الأنفاق القديمة وربما حتى الجديدة منها، وسيطرت على عدد كبير من هذه الأسلحة. لكن السؤال من أين تأتي هذه الأسلحة في هذا التوقيت بالذات؟ أنا أعتقد أن هذه العمليات ربما سوف تكثر للأسف الشديد عندما كلما اقتربنا من موعد الانتخابات العراقية المزمع قامتها في 12 من يناير القادم. طيب أستاذ محمد، لماذا لا يتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين قوات البشمركة والقوات الاتحادية في العراق، علما أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تحدث سابقا عن التنسيق بين القوتين، وأخص بالذكر في كركوك؟ يعني هذه لا هي صارت حقيقة، صير لهذه الغرفة أو الخلية المشتركة في محافظة نينوى، وكانت هناك غرفة عمليات مشتركة سواء أبان تحرير الموصل وكذلك بعد تحريرها. أما موضوع كركوك فهو موضوع حساس جدا ومعقد، وكما تعلمون بعد ما حصل في موضوع الاستفتاء ودخلت القوات الاتحادية للمحافظة حصل نوع من حقيقة التعقيد على المستوى السياسي والتنسيق بين القوات الاتحادية وحتى حرس الإقليم أو قوات البيشمركة. هناك اختلافات سياسية كبيرة في تبعية هذه القوات. الدستور ينص أن كل القوات الموجودة على الأرض العراقية تابعة بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، لكن هذا للأسف الشديد عمليا لحتى هذه اللحظة غير حاصل، وهذا بسبب الشد والجذب والضغط والمناورات السياسية والضغط من قبل الإقليم، وأخص بالذكر طبعا رئاسة الإقليم على الاتحاد لتحقيق مكاسب معينة خصوصا أبان فترة الانتخابات، وكما حصل وسمعتم جيد أكيد سمعتم فيما حصل في موضوع الموازنة. فهذا الموضوع أعتقد الآن صعب التحقيق باعتبار هناك خلافات سياسية كبيرة جدا في محافظة كركوك لحساسية هذه المحافظة. الإقليم يصر على أنها تابعة للإقليم، الاتحادية تصر على أن المادة 140 لحتى هذه اللحظة هناك إشكالية قانونية ودستورية عليها كبيرة، الأحزاب الكردية فيما بينها حقيقة مختلفة، وهناك خلاف كبير بين التغيير وبين الاتحاد اليكتي وبين البارتي اللي هو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يزعمه مسعود برزاني. فهذه المشكلة الكبيرة هي بالتأكيد تلقي بظلالها بصورة سلبية وعكسية على الوضع الأمني في المحافظة.